السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا مستثمر خصص إنتاجه كله لإنتاج البذور اللي الآن أصبحنا بعد ما كنا نستوردها أصبحت هذه البذور جزائرية 100% في ميدان إنتاج القمح. إذن نخليكم تابعوا هذه التجربة تاع هذا المستثمر اللي جاء من ولاية سطيف اللي استثمر في ولاية المغير بالقرب من بسكرة. فلنتابع. نشكر السيد هذا اللي عمر البلاد، ربي يوفقه وشرع على خير، وهذا شيء يفرح يا بني، هذا خير كبير. شوف الارض نتاعنا نتاع الصحراء واش تجيب خيرات كبيره، القمح هنا، ولازم نطلبوا ان شاء الله من الدوله تعاونوا، ما يبقاش يمشي بالماسوط عيب وعار، لازم تعاونوا بالتريسيتي وتعاونوا بالطريق وتعاونوا بالعيون وتعاونوا الفلاحين، وخير كيما هذا استفاد منه الناس الكل، هو ما ياكل كيما ناكلوا احنا. بصح خير قمح سميد عود كاين، الخيرات كاينه، نعمه من نعمات ربي، هذا راه فضل علينا ربي خير، لازم تعاونوا. عبد الكريم كرا قال انسان مستثمر ومستثمر بقوه وجاي من سطيف وجاي لنا عمر البصره هذه، هاك شوف محصول ربي يبارك، ربي يعطيه الصحه وربي يعاونه، وراه قمح ربي يبارك خيرات. السنه راه بدايه تاع الاول هو بدر في 2020 دار تجربة تاع القمح ربي يبارك، هاي طلع 76 قطار، وقال ربي ان شاء الله راني نلحق ال 120 في القطار، وقمح ربي يبارك جاي ودار السجور، وان شاء الله راح يدير السجور الفاكهه ودار النخيل، والقمح ربي يبارك راك تشوف خير والبركه، دار الشعير دار القمح، دور القمح تشوف ربي يبارك، ربي يعطيه الصحه ان شاء الله ربي يعاونه وخير كبير، ومزيد ان شاء الله ربي يعطينا الفلاحين وربي يعطينا المستثمرين اللي يخدموا الارض وربي يعاونهم. والسلام عليكم. كان هناك انطلاق تحت اشراف سيد الوالي والوفد المرافق له، دونك الانطلاق حملة الحصاد والدرس، وكنا دونك عند مستثمرة فلاحية، مستثمر فلاحي اللي مختص في زراعة الحبوب، وشفنا انه هي المساحة المستغلة 60 هكتار عنده دو بيفو، وشفنا انه المسار التقني وكل المعطيات والتوضيحات اللي عطاهم لنا انه طبق المسار التقني، وان المنتوج ان شاء الله راح يكون بالمردود باذن الله عالي، وهذا ما يخلينا ان نكونوا متفائلين بالنسبه لمنطقه ولايه المغير بحد ذاتها وبعض المناطق لولايه المغير اللي هما مناطق مؤهله باش يكون فيهم توسيع لزراعه الحبوب وزراعه الكبرى بصفه عامه، وهذا بالنسبه لتواجد المياه وامكانيات المكننه على مستوى هذه الاراضي، عندما نقوم باحترام المسار التقني من اوله الى اخره. دونك هذا دونك وقفنا اليوم تحت اشراف سيد الوالي على هذا الانطلاقه تاع حمله الحصاد والدرس، وكنا عطينا بعض المعطيات بالنسبه لهذه الشعبه ولهذه الشعبه على مستوى الولايه، وخاصه وانه في هذا الموسم كان بعض المجهودات اللي قمنا بهم باش نوسعوا في المساحه اللي هي اجماليا 1176 هكتار، واللي هي نقولوا زياده تشكل زياده باكثر من 400 هكتار مقارنة بالنسبة للموسم الفارط. احنا ان شاء الله في المواسم الاخرى باذن الله راح نعمل باش تكون المساحة تضاعف، المساحة المخصصة لزراعة الحبوب اكثر فاكثر بمرافقة الفلاحين بكل ما هو الكهرباء الفلاحية وكل ما هو آليات الدعم المخصصة من طرف الدولة. كم تلاحظوا هاي النتيجة، عندنا مساحات ان شاء الله الله يبارك معتبره، المساحه اللي خلت انه نشوفوا المحصول باذن الله راح يكون نتيجه، هي التقديرات تقول اكثر من 70 قنطار في الهكتار. احنا ان شاء الله راح تكون هي الحصاده راح تعطينا، لكن انا نشوفوا حتى الحقول هذه نظرا للاحترام المسار التقني نشوفوها سيدي بقسل بخبخ
ما الاوموجين لي زيبي راهم الله يبارك دونك هذه تخلينا ان نتفائلوا بالنسبه للمستويات الانتاج اللي ممكن تحصلوا عليها اليوم ببلديه سطيل عند المستثمر الفلاحي عبد الكريم كراغل. والله اليوم رانا شاركنا في موسم الحصاد والدرس بولايه المغير. احنا نحيي هذا المستثمر ونتمنى ان شاء الله نستقبل مجموعه كبيره من المستثمرين كمثل هذا المستثمر اللي راهو بدا ان شاء الله مبادره جيده وممتازه جدا جدا. نتمنى له التوفيق ان شاء الله ونشوفوا ان شاء الله راهي كاينه مرضوضيه ما شاء الله. كلمه توجهها لبقيه المستثمرين باش يصدقوا فيها. والله احنا نوجهوا الكلمه للمستثمرين ولجميع المستثمرين على مستوى التراب الوطني، نرحبوا بهم في ولايه المغير ونقول لهم باللي راهي جميع الابواب مفتوحه الحمد لله رب العالمين. السيد رئيس الجمهوريه راهو ياكد على هذه الـ 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 على هذا مثل هذه الزراعات الاستراتيجيه مثل القمح، ونقول لهم ان شاء الله مرحبا بكم وراح تلقاو جميع التسهيلات موجوده بولايه المغير. يعني بكل جداره كيفاش كانت التحديات للوصول الى هذه النتيجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدينا في ستيف، انا في ريزو تاع لي سيريال في ستيف، بدينا فلاحه اللي كانت عندهم الانتاج هابط بزاف، هابط ولا كاليتي ما عندهمش كاليتي. كان في 2011 كان وزير الفلاحه انذاك سي بن عيسى ربي يذكره بالخير، اطلب منا بان نحسنوا الوضعيه تاع الفلاحين، نحسنوا النوعيه تاع القمح. هذاك كان القمح تاعنا واحد ما حب يرحيه باسكو لا كاليتي كانت حابطه بزاف، لو ميتاديناج طالع حتى ل 40 50%. دونك حنا واش درنا؟ خلقنا ريزو مع دوز يونيفرسيتي سيتي في باتنا، مع سي ان سي سي اللي شفتو المدير تاعها دوكا والمدير تاع لي تي جي سي، لي زانستيتيو كل لينرا اكسيتيرا. درنا هذه المجموعه باه نعاونوا الفلاحه باه يطوروا. بالفعل بدينا في 2011 في ستيف، في 2015 كان القمح تاعنا ماهوش مليح، في 2015 درنا احسن قمح في العالم، درنا بروتين 18، الميتاديناج حدرناه تقريب صفر، غير لا فاريتي واحده اللي كانت سونسيبل ميتاديناج طلع الميتاديناج تحت الكارفي بارابور وساك العالم اللي كاين اليوم. دونك حنا وصلنا احسن علم قمح في العالم في النوعيه. بقى دوكا المردود لازم احنا نسحقوا بوكو بلوس المردود. مالا الوزير زاد طلب منا قال لك عاونوا بلادكم روحوا انفستيو في الصحراء. قال لك روح للصحراء، روح للصحراء، قال لي روح الورقلا كسيت نعطيك 8 هكتار في الورقلا ثم تروح الورقلا. علاش تروح هذه المنطقه؟ المنطقه هذه راهي قريبه ليا نحسبها روحي ثاني فيها، انا في ستيف قريبه ليا بزاف بزاف. دونك حبيت نجي ندير الاكسبيريونس تاعي سوا نديرها في بسكره سوا نديرها هنا، وهنا احسن، هنا احسن. الناس هنا عاملونا مليح، قاموا بنا اكسترا، عاملونا اكسترا، دونك رانا هنا احسن من يعني في السنوات المقبله راح تتوقع مرتبات كافيه. احنا ان شاء الله ان شاء الله العام الجاي راني نسني لك على ورقه وحاجه اخرى ربي يرزق. باسكو الانسان ما يغلطش يقول دير ربي اللي يدير، ربي يقول لك انتم الزارعون ام نحن الزارعون، ربي اللي احنا اون بارتيسيب في الحبه تاع القمح هذه اون بارتيسيب اقل من 9%. باسكو حنا نديرو لونغري 5 كانتو على هكتار، نديرو 2 كانتو تاع سوموس، والباقي من عند ربي سبحانه وتعالى. لي زوليغو اليما كله قلال، والله تريتمون اكسترا كله قليل. مي هل فيه عراقيل يعني ممارسة النشاط في وسط النشاط المدني؟ هناك عراقيل؟ يعني بقات لنا شوية الطريق، برك الطريق بعيد علينا اللي باه نجيبو الكاربيرون، على بالك حنا كل ديما يحد يروح يجيبوا 2000 لتر مازوت في يومين، نهار بالنهار يروحوا كل ديما يروحوا. هذه مش على كل يعني تاع لا ناتور هنا. كلمة توجه للمستثمرين. المستثمرين استنى انكوراجمون، دوكا انسان اللي يحب يدير القمح راهو هنا يقدر يلحق. انا لحقنا هنا عقبنا 70 قنطار في القطار، ربما واد البارده تلحق 80 ولا 90 قنطار في القطار. دونك سيت ان انفستيسمون رونتاب، انسان ماذا به يخدم بلادو ديجا. هذا المنتوج تاع هنا منتوج مليح بزاف. التسويق نتاعو خارج المدينه، خارج الولايه ام داخل الولايه؟ هذا دوكا روح دوكا الله يريحو كل اون سومونس، باسكو كان المدير تاع سي ان سي سي هنا حاضر معنا ومد كلمه للمدير تاع سي سي ال اس، قال له هذا المنتوج ديه سومونس، باسكو هذا راهو سومونس مليحه بزاف بزاف. والبلاد لازم ما تكونش تبعيه في لا سومونس، لازم لا سومونس لو نور شويه جا ناقص، لو سيد هاو جاب الله يبارك
جاب مردود كبير، دونك ماذا بينا لا برودكسيون تاعنا الانتوج تاعنا يروح ان سوموس بالعام الجاي الدوله ما تسحقش، اول حاجه ما تسحقوش من الخارج. ثانيا احنا درنا تجربه واحده اخرى مليحه هنا بزاف، درنا شعير ودرنا ان بارسيل تاع شعير قطار ونص شعير تقريبا، ولا قطار ونص شعير وقطار ونص تريتيكال، ولقينا باللي تريتيكال يمد مردود كبير اكثر من 100 قنطار في القطار. اليد العامله المتواجده هنا كاينه لوكال كاينه كي نحتاجوا يروحوا يجيبوا سكيرا، كاين اللي راهم يخدموا كور دو بون راهم كما ديراج بيرمانون، والاخرين يجيبوهم كاينين. Thank you.